تنفيذ الخطط من الخطط لا لا ما يقصد كذا حجم الإجراءات خطوات وراح تنفيذ عندك الخطة مسبقة بداية بالفرضية البداية والتنفيذ البداية والتنفيذ والنهاية خطوات قبل قبل واثناء وبعد اوكي بس كيف يقول بتنفيذ حدد اجراءات وخطوات ومراحل تنفيذ المشروع في اول كم قبل وبعد قبل واثناء وبعد بس انت بس واثناء قبل هل توجد وسيلة تقييم؟ هل توجد تجربة مرجعية للتقييم؟ هل توجد وسيلة تقييم؟ نعم. للتقييم هل توجد تجربة مرجعية للتقييم؟ نعم. عندنا الموقع بتاع صلاح الماضي. نعم بس. عندنا إعلام يرصد. ماذا لو لم ينجح المشروع؟ ماذا لو نجح المشروع أكثر ما توقع؟ ماذا لو نجح المشروع أكثر ما توقع؟ مجاز نجح المشروع أكثر ما نتوقع مجاز.